تقريبا كل متابعيني كتبوا لي بالتعليقات انه ليال فرجينا كيف عايشه انت وولادك ببيت عمكم بعد الزلزال. بهذا الفيديو تقريبا رح وضح ورح فرجيكم يعني نحن كيف عايشين، وين عم ننام، شو عم ناكل، شو عم نعمل، كل هذا الشيء رح وضحه بهذا الفيديو ان شاء الله. خلونا كلياتنا نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا هو البيت اللي نحن عايشين فيه، هاد بيت عمي الله يرحمه أبو لجوزي، كان عايش فيه ولاده والعيلة كلها، بس من زمان كتير طلعوا منه، كان فاضي بس يوم الزلزال تعبى يعني من غير شر. نحن وكل يعني إخواته لزوجي بنات نسوان كلهم يعني كلها أجينا لهون، هربنا من الزلزال يعني على بيت أرضي. بتعرفوا قد ما كان الأضرار اللي بتجي بالبيوت الأرضية اللي ما في فوقها يعني عمارات وهيك، بتكون يعني أحسن بشوي. تقريبا كلياتهم رجعوا على بيوتهم بعد ما الزلزال خف، ضليت أنا وجوزي ولادي وحماتي بس بهذا البيت يعني مؤقتا لحتى نلاقي لنا شي بيت إن شاء الله. هون جوزي كان عم يجهز لصوبة الحطب مشان نشغلها ونفطر كلياتنا لحتى ندفى، لأنه البيت كتير برد، بيجي الجو تبعه مثل هو مو ضيعة بس كأني ضيعة، لأنه حواليه كله مفتوحة والعالم يعني هون عايشين بحياة بسيطة كتير. حتى انا يعني ما كنت اعرف شغل الصوبيا تبعيت الحطب، تعلمت هون صرت شغلها كمان. هلا هون جوزي استلم عني اليوم، قال لي ارتاحي انتي انا رح اعبيه اليوم وشغلها. شغلها، اخذ القداحه من امه الله يخليها يا رب. هذا الفيديو تحديدا رح ضل احكي فيه انا واشرح شو عم نعمل مشان تفهموا علي اكثر وتعرفوا شو عم نعمل بحياتنا بعد الزلزال. هلا بعد ما زوجي شغل الصوبيا بالغرفه الثانيه اجيت فيقت البنات كمان، ولادي التوأم نايمين. هذا الفيديو تصور قبل ما تفتح المدارس بيوم، يعني هلأ هون بهذا اليوم تحديدا ما كان في مدرسة، بدهم يفطروا، بدنا نطلع على بيت سلفي أخوه لزوجي الكبير، بدنا نروح لعندهم زيارة. ما بعرف النوم على الأرض شوي هيك بتكسر الظهر، بس بتضل أحلى من أنه الواحد يكون بلا مأوى. يعني نحن راضيين بهاي الحياة اللي حاليا نحن عايشين فيها، الحمد لله. غيرنا يعني يمكن مو ملاقي قرنه يتدفى فيها، مو ملاقي يعني لقمه ياكلها، يعني الحمد لله رب العالمين هيك ومو شي تاني. هيفي كتير كانت مرضانه عم تستفرغ، طالع حرارتها كمان ليليان والتوأم، ولادي كلهم مرضوا بهذا البيت. الجو تغير علينا والبيت يعني الارض كتير بيكون برد، وهون ما في تدفئه مركزيه بهذا البيت. بعد ما فيقت كل الاولاد وجوزي وحماتي رحت على المطبخ لحتى اعمل فطور. بعتت وراها لهيلين عمتها عم تحكي انه تعي خدي شويه بطاطا مشان تقلوهم على الفطور. هيلين كالعاده يعني بدها تتعبني، بدها تلبس هاي البرنيطه ما بعرف شو اسمها مليون مره. المهم البيت تبع عمتها قريب من هون، لحشت حجر، بدي اخذكم هيك يعني خطوتين لقدام مشان يعني فرجيكم كيف هيلين طالعه بالشارع. ما بعرف الفيديو كتير يعني غريب عن الفيديوهات اللي أنا كنت أقدمها. هاي الغرفة لسه مو جاهزة، سلفي رح يتجوز بهذا البيت، ضال التخت بس يعني حاليا يعني غرفة النوم جاهزة، ما قص التخت إن شاء الله ألف مبروك. هو يعني حاليا كمان موقف العرس لبينما نحن نلاقي لنا بيت، بس نطلع بيجيب العروس تبعه وبيجوا لهون إن شاء الله. هيلين بعد ما أجت من عند عمتها جابت لي البطاطا، كنت مخلصة فطور قررت إني ما أقلي بطاطا، بياخد وقت لانه نحنا مثل ما قلت لكم بدنا نروح على بيت اخوه لجوزي الكبير. هذا الفطور لحماتي رح اخذ لي اياه لعندها على التخت، جوزي اخذ الفطور تبع الاولاد، ريتا الف عافيه على قلبها يا رب. هون يعني الاولاد كلهم عم يتجمعوا مشان يفطروا، جوزي عم يصب لنا شاي، سلم ايديه يا رب. عم اشرح لكم، حاسه حالي غليظه شوي تحملوني، ما بعرف حاسه انه لازم انا اشرح الفيديو لانه الفيديو كله تقريبا روتيننا بعد الزلزال. رح فرجيكم كتير مقتطفات ان شاء الله بالفيديو. بعد ما فطروا الاولاد طلعوا شوي تشمسوا، بالعاده نحن يعني بتعرفونا بالشقه وهيك يعني ما بنتشمس الا اذا طلعنا يعني على شي حديقه شي مشوار. هون مجرد ما انكم تفتحوا الباب بيطلع الشارع وبيطلع الشمس وعلى كل شي. وهي كمان فقره من فقرات هيلين وهيفي اللي بيعملوها هون بهذا البيت، بيطلعوا بيصيروا يغنوا يرقصوا على انغام السياره. من شوي قلت لكم هيفي تعبانه ومرضانه وما شاء الله هون يعني صحصحت شوي بعد ما سقيت الدواء الحمد لله. اكثر حدا مبسوط بهذا البيت التوأم، لانه بالعاده كانوا مثل كانهم بالحبس، حتى البنات كمان.
انا على اعصابي انه امتى الاقي يعني بيت استقر فيه، نرجع على بيتنا ولا ما نرجع. والاولاد ما شاء الله عليهم يعني ما بعرف تحسون يعني على طول مو مثلنا، ما بيكونوا متشائمين مثل الكبار، ولو انه كتير بيشتاقوا للبيت. يعني اذا بقلكم ما بتصدقوني قد ايه بيشتاقوا للبيت، بيشتاقوا لروتينهم بالبيت. حتى تلفزيون ما في بهذا البيت، البنات كتير عم يشتاقوا يروحوا يحضروا شيء من المسلسلات اللي كانوا يحضروهم، بس تركيا حاليا موقفه كل شيء مسلسلات، ما عم ينعرض عليها شيء. يعني حتى لو كانوا بالبيت ما كانوا شافوا المسلسلات تبعهم الا اذا حطيت لهم على اليوتيوب وحولتوا على التلفزيون. هذا التنور بيخبزوا عليه نسوان الحاره، اختي كمان كانت تخبز بهذا التنور، اسأل الله ايام زمان. نحن يعني عم نشتري خبز جاهز من الفرن. هذا البيت يعني مو من الزلزال تدمر، هو يعني اصحابه خربوه. البنات كمان يعني رح فرجيكم مقتطفاتهم، مقتطفات من حياتهم هون. بياخذوني على الدكان هون دكان الحاره، عشان اشتري لهم شويه شيبسات اكلات ياكلون يتسلوا فيهم. الدكان الحاره يا جماعه عباره عن كل شيء شغلات يعني ما لها مفيده، كل شيء شغلات مضرة للولاد. حتى الشغلات اللي بالماركتات بتحسوها يعني ما بعرف أحسن من تبعات الدكاكين تبع الحارات، بيجيبوا شغلات يعني مغرية للأطفال ومضرة. ما بعرف شو خبركم يعني بناتي كل شوي هون. شوفوا هيلين كيف عم تركض مبسوطة بدها تاكل الأكلات. هلأ بعد ما أكلوا كل شيء قلت لهم لبسوا أواعيكم، ولو لبست التوأم مشان نطلع على بيت سيلفي الكبير. ولادي التوأم كتير كتير تعبانين ومرضانين، ما عم يشفوا. كل يوم عم اخذ واحد منهم على المشفى، الله وكيلكم يعني باخذهم بضربهم ابر، بنعلق لهم سيرومات. هاد برهان اللي عم يصور معنا مقاطع قصيره، كتير كتير يعني يحمل عني كتف، الله يحميه ويطول بعمره. عم يساعدني الحمد لله، كمان عم يهتم بالتوأم بليليان، كتير حنون هو واخته. كمان قالت لي ما تحكي اسمي عم تطلع هي، بس اسمها قال ما بدي اذكره. المهم ويهمكن، بعد ما تجهزنا وكل شيء طلعنا على السيارة. طبعا بنت حماي الكبيرة بدها تروح معنا كمان على بيت سيلفي اخوه لجوزي، كان ابنهم مرضان طالع من المشفى، بدنا نروح نزورهم هون عاجقين حالنا بالسيارة. يعني دوبنا قاعدين وشو بدي احكي لكم، راصين بعضنا على بعض عادي لانه ما نبعيد كتير البيت، نتحمل. وهون هني عايشين بهذا البيت بيشبه القرى. هيلين هون وقعت على الأرض يا حرام، وركبتها كتير يعني شو اسمه تشققت، حتى البيجامة تبعيتها تشققت. إذا وصلتوا لهون بالفيديو اكتبوا التعليقات إنه الله يشفيكي يا هيلين لأنه كتير توجعت. هون بعد ما زرناهم لبيت سيلفي الكبير جينا على البيت، طبخت بنت حماي على السريع هاي الطبخة، ما بعرف شو اسمها لهاي الأكلة بس كتير بنعملها وطيبة على فكرة. دجاج فوق وبندورة وخضروات، في ناس بتحطها بالفرن بس هي يعني عملتها بطنجرة، كتير كتير بتشهي. هلا يمكن انتو تستغربوها شوي لهاي الأكلة بس كتير لذيذة، الله يسلم إيديها يا رب. صاروا النسوان البنات ياخدوا الأكل لجوا. هون يعني بدكم تقولوا العيلة تقريبا تجمعت نصة، والمساء رح يجوا كلهم كمان. حرفيا ما عم افضح كراسي هون، ما عم افضح اعمل شيء. يعني مثل ما انكم شايفين عم فرجيكم كل شيء شغلات عم نعملها بالحياه تبعيتنا بهذا الفيديو، عن جد ما في وقت لشيء. الحياه هون غير الحياه ببيتي انا مع اولادي، هون كل شوي بيجي ضيف، الحياه مختلفه تماما. هيفي رجعت طلعت حرارتها الله يشفيها. هيلين اخذت تليفون ابوها وصارت تلعب فيه شوي، حرام كتير مالين الولاد، الله هيك يعني عن جد يهون عليهم كمان. صح انه هون مبسوطين بس بيضل هيك يعني غصة بقلبهم، البيت غير يا جماعة، الله لا يحرم حدا من بيته. كالعادة بعد العشاء بنشرب شاي هيك مع العيلة. ليليان تعبت كتير وجبناها على المشفى، وهاي حالنا يعني نحن مثل ما قلت لكم انه يوميا عم نجيب حدا من الولاد على المشفى، بنضربهم سيروم او بنعلق لهم سيروم قصدي، او بنضربهم ابر، شو بدنا نعمل. ليليان كتير كتير صايره تخاف، يعني صاير في بقلبها رعب مو طبيعي، اذا حدا بيطلع عليها بتبكي وبتقول لا حدا يطلع علي. يعني ما بعرف شو بدي احكي لكم، الحمد لله الحمد لله على كل حال، لازم الواحد يحمد ربه على كل شيء. انا وجوزي اشترينا على الطريق مشبك وعوامة، تفاجأنا انه كل العائلة تقريبا مجتمعة هون. المهم بدل ما نحط لكل واحد بصحن ونتعذب بغسل الصحون، هون ما في جلاية كمان،
حطينا لهم هيك بهدول الصحون الكبار وخلص يعني اكلوا، وصلى الله وبارك، الف عوافي على قلوبهم. وهاد تاني يوم البنات فطروا ولبسوا اواعيهم، بدهم يروحوا على البيت تبعنا ياخدوا كتبهم وشناتيهم تبعات المدارس. كانت ايدي على قلبي، او كان ايدي على قلبي، كنت عم اقول يا رب يعني يروحوا على البناية وياخدوا الاغراض وما تهبط فيهم ان شاء الله. يعني عن جد كتير كنت خايفة. هيلين عم تنظف البوط تبعها، وانا هيك عم بدعي عم اقول يا رب يعني يروحوا ياخدوا الكتب تبعهم من البيت ويطلعوا بالسلامة. بعد ما راحوا ضليت كمان ادعي واتصل بجوزي اذا طلعوا من البيت وما صار شي. بعد ما راحوا الاولاد على المدرسة اجيت لقيت بنت حماي عم تجهز للطبخة. كانوا عاملين هون شوفوا شو عاملين، قشة، كرشات، مصران، ما بعرف. المهم حكيت كتير بالفيديو، بتمنى منكم تسامحوني، حبيت اني فرجيكم كل شي، كل شي مقتطفات وشغلات بنعملها بحياتنا بعد الزلزال هون. طبعا ما رح نستقر هون لانه هذا البيت مو لإلنا، وسلفي رح يتجوز ويجيب العروس، يعني مو من المنطق نضل هون. ولهلأ جاري البحث عن بيوت للأجار نسكن فيهم لبين ما يهدى الوضع إن شاء الله. ادعولنا يا جماعة، والله يرحم كل حدا توفى بالزلزال، الله يكون بعون العالم اللي تشردت بالخيام وهلأ حاليا بلا مأوى. بحبكن كتير، حطولي لايك على هذا الفيديو لأنه عن جد كتير تعبت فيه. بحبكن كتير.